اهلا، انا الطالبه ريتاج احمد الله من اداره تعليم مكه. مجال مشروعي هو البايو انفورماتكس او علم الاحياء الحاسوبي. فكره مشروعي عباره عن استخدام بروتينات مخاطيه لتشخيص سرطان القولون في المراحل المبكره والتنبؤ بمدى استجابه المريض بالعلاج الكيماوي. كان شرف جدا عظيم لي، وخصوصا اني اكتسبت مهارات جديده وكانت تجربه جدا مثريه، تعلمت فيها كثير واللهم لك الحمد. سواء ربي كتب انه انا اترشح او لا، انا اكد لكم هي انه انا الحمد لله يعني كانت تجربه جدا جميله مرت علي. بالنسبه لمجالي اتمنى انه يوظفوه في جميع القطاعات سواء كانت حكوميه ام خاصه، بما انه يتماشى مع رؤيه 2030.